السلام عليكم. المحاضرة الخامسة في مادة Science and Technology. هنكمل الموضوع بتاعنا اللي هو Introduction to Graphics. هنا احنا عندنا جدول بيبين الـ Number of Bits والـ Number of Colors. تمام، يعني انا دلوقتي لو عندي 1 bit تمام دوت هيعبر لي على ايه 2 colors، لو عندي 2 bit هتعبرني على ايه 4 colors، 3 bit هتعبر لي على 8 colors. تمام كده. طب عندنا صورتين اللي هما ال 8 bits وال 24 bits. الصورة طبعا اللي هي 24 bit بتبقى احسن في الريزوليوشن عن ال 8 bits زي ما احنا شايفين الصورتين. هنا هنسأل سؤال هو how is colored handled. هنا عندنا ال color models. تمام، هو ده جبت السؤال. طبعا ماشي، عندي ال additive model اللي هو RGB وعندي subtractive model اللي هو CMYK. RGB اختصار ايه؟ red green blue. CMYK اختيار cyan magenta yellow black. وهنا هنسأل سؤال ليه ال black خد K وما خدش B. تمام. طيب عندي دلوقتي ال RGB بيعمل ايه؟ adding light into a black background monitor in order to obtain color shades. عشان كده هو اسمه additive model. تمام، لانه بيعمل ايه؟ بيعمل adding للايه للcolor. لكن subtractive model بيعمل subtract، فبيقال لي ايه ان هو ايه كهون applied remove subtract from a white background. تمام، يبقى احنا عرفنا ال RGB بيستخدم في ايه الdisplay screen و CMYK بيستخدم فين في البرينتر. طب هنا نكمل بقية السؤال. دلوقتي انا عندي 3 values لل RGB تمام عشان اعبر بيها عن الكالرز. تمام، طب ايه ال value اللي انا بحطه؟ بحط رقم ما بين 0 ل 255. تمام، 0 معناه ان مفيش خالص، 255 means ان ده maximum amount. تعالوا نوضح هنا. لو انا مثلا عايزة اعمل اللون الريد هعمل ايه؟ هحط في مكان الريد 255 وفي الجرين وفي البلو هحط 0. تمام، طب فلو انا عايزة اعمل اللون جرين هحط 0 في الريد وبعدين 255 في الجرين وبعدين 0 تاني في الاي في البلو. تمام، نفس الكلام في البلو، ان انا هحط في الريد والجرين 0 و 255 في البلو. طب لو انا عايزة اعمل لون في النص، تمام، لو انا عايز اعمل نص في لون في النص مثلا زي الموف مثلا هو مثلا نص بلو نص جرين، يبقى انا احط رقم في النص للجرين مثلا 100 مثلا ورقم للبلو 100، لكن فريد مثلا هتبقى ايه 0. تمام كده. طب تعالوا نسأل سؤال، هل حد عارف الهيومن اي تمام الانسان يقدر يشوف او يعمل ديتكتنج لكام كولرز؟ تقريبا 1 مليون كولر. هنا ديت زي شورت كده، انتوا مش مطلوب منكم تحفظوها ولكن هي للمعرفة. بعد كده اللي هيدرس معانا في الـ BIS ان شاء الله هيعرف ان احنا الالوان دي بنستخدمها للويب سايت. تمام، فديت طريقة اسمها هيكسا ديسيمال. تمام، دي اللي بنعبر بيها على الكولرز في الويب سايتس. تمام، اللي يعني على الديسبلاينج بقى. طب احنا عندنا هنا two kinds of images اللي هما البيت ماب image والفيكتور image. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بين البيت ماب والفيكتور. البيت ماب image زي ما احنا شايفين كده، لما نيجي نكبرها بيحصل ان هي ايه بتبكسل. تمام، فهو قال لي ان هو squares become larger edges more jagged quality decrease و file size increase. كمان الفايل بتاعها لما يجي اكبرها هيكبر. تمام، ولكن الادفانتج بتاعتها ان انا لو انا بعمل ديسبلاينج على سكرين بتاخد شورتر تايم. تمام، لان الفايل بتاعها في العادي سمول. لكن طبعا الديس ادفانتج ان بيحصل ديستورشن اوكورز وين ايمج از انلارجد. طب تعالوا نشوف الفيكتور ايمج. الفيكتور ايمج معتمد على ايه؟ معتمد على ماثيماتيكال اكسبريشن، يبقى عكس البيت ماب ايمج اللي هي معتمده على البيكسلز. تمام، بترسم لاين واركس، ولما بتيجي انت تكبرها بيبدا ان هو يعمل حسابات للايه لللاين والاركس دي بحيث ان هو تكبر معاه. فيحصل ايه؟ ان انا لما اكبرها الريزوليوشن بتاعها ما بيقلش. فقال لي edges still clean crisp no change going up down in size quality is the same file size does not change. تمام كده. طب الريزوليوشن يعني ايه الريزوليوشن؟ ان انا بقول اللي هي number of pixels per inch. تمام،
والله انا عندي مثلا مربع في كام بيكسل؟ في مثلا 10، تمام. ولكن لو هما بقوا 12 ده معناه ان الريزوليوشن بيزيد، تمام. باجي اسالك برضو مثلا الكاميرا بتاعتك ديت ايه كام بيكسل، يبقى انا بسالك برضو على الايه الريزوليوشن بتاعها، يبقى number of pixels per inch of an area without overlapping is called resolution. طبعا more resolution more clear is the image، تمام. طبعا more number of pixels more resolution more clear of the image، تمام. طب هي بتتقاس بايه؟ بدوت بير انش. طبعا دي مفهوم تاني اللي هو dot pitch، اللي هو بيقول لي ايه ان هي distance between two pixels، ماشي، المسافة ما بين البيكسلز، تمام. هو دوت التعريف بتاعه. فبيقول لي for a color display dot pitch is a measure of the size of a thread plus the distance between the threads، تمام. هو تقريبا المسافة ما بينهم اللي هي 0.22 ل 0.25 مليمتر. ايه اللي مطلوب ان انا اعرفه؟ اعرف التعريف بتاعها بس، تمام. طيب displaying الايمج، تمام. الديسبلاينج الايمج مش عامله زي الستورج، مختلفه، تمام. بمعنى ان المونيتور لما بتعمل displaying الايمج ما بتعملش ستورنج ليها، تمام. طيب ايه كمان؟ ان the same image may look different on different monitors. الصوره دي ممكن انها تبقى شكلها مختلف، تمام، على الشاشات المختلفه، لان على حسب الريزولوشن بتاع الشاشه، اوكي. Typically the display is taken into account when creating images but not always. دايما وانا بعمل الايمج اصلا عشان اعرضها على اي display باخد في اعتباري الديسبلاي ديت، تمام، يعني باخد بعد اعتباري هي دي هتتعرض على ايه، تمام. طب ازاي اعمل obtaining لديجيتال ايمج؟ تمام، والله انا لو عندي ديجيتال كاميرا وصورت بيها هتبقى دي ديجيتال ايمج، لو عملت سكان لصوره هتبقى دي ديجيتال ايمج، لو عملت ميديكال سكاننج هتبقى دي ديجيتال ايمج، لو عملت اديتنج لايمجز موجوده عندي بالكمبيوتر مثلا من انا استخدمت فوتوشوب او اي برنامج الستريتور كده، تمام، دي ديجيتال ايمج. طبعا بينتنج ودروينج بروجرامز لو انا بقى عملت الصوره نفسها انا اللي كريتها مثلا، برضو ممكن بفوتوشوب ممكن بالستريتور ممكن ببينتر اي حاجه، تمام، دي ديجيتال ايمج. كرييتد فروم ابستراكت داتا زي مثلا الماس فانكشن بلوت، ان انا ممكن في البروجرامنج بعمل ماثيماتيكال اكسبريشن كده، برنامج بيعمل اسمتيكال يرسم حاجه معينه مثلا دايره مربعه وبعدين بركبهم على بعض، تمام، ديجيتال ايمج، تمام. رندرت فروم ا سين ديسكريبشن حاجه انا عدلت عليها، تمام، برضو ايه دي ديجيتال ايمج. طيب تعالوا نعرف الاسئله اللي ممكن تيجي، تمام. الفرق ما بين الار جي بي والسي ام واي كي، الفرق ما بين البيت ماب والفيكتور ايمج، تمام. ممكن اقول لك منشن سام ميثودز فور اوبتينج ا ديجيتال ايمج، دي بعض الاسئله برضو، تمام. طبعا يعني اظن انها واضحه لان التعريفات هنا موجوده، اوكي، فما فيهاش مشكله، بس ارجعوا للسلايدز وحلوا الاسئله دي.